توج محمد المنياوي لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في باريس. وجاء فوز المنياوي في منافسات وزن 59 كيلو جرام بعد أن نجح في رفع أوزان 194، 198 و201. وتعد ميدالية المنياوي هي الأولى للبعثة البالمية بباريس، كما أنها هي أول مشاركة له في هذه الدورة. كما توجت رحاب أحمد بالميدالية الذهبية لرفع الأثقال بمنافسات وزن 55 كيلوغرام بدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.